اهلا بكم مشاهدينا متابعينا اينما كنتم. اليوم نلتقي من ملعب سانتياغو برنابيو حيث تشاهدون الاجواء المميزه وتتابعون المباراه التي تلعب في طقس جميل ورائع جدا. تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على احداث هذا اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراه ضمن مباريات بطوله الدوري الاسباني. الملكي ريال مدريد يواجه فريق برشلونه. سعداء جدا بتواجدي معكم في هذه اللحظه، نتمنى بان تستمتعوا معنا باحداث هذه المباراه. لا شك بان تواجد بنزيما يرفع من مستوى التوقعات لدى الجماهير. يقوم بعمل ممتاز في الملعب، دائما موجود امام زملائه، يلعب السهل الممتنع، قليلا ما يخطئ في تمرير الكرات. برشلونة في صراع دائم وتاريخي مع الريال، ممثل العاصمة الإسبانية فيما يعرف بالكلاسيكو واللي يعتبر الحدث التاريخي الأكثر متابعة في العالم. تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، ناتشو فرنانديز سيلعب إلى جانب إيدير ميليتاو في خط الدفاع، هازارد سيبدأ مع جاريث بيل على الأطراف، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. ولما مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، ديباي سيبدأ مع عثمان ديبلي على الأجنحة، وفي خط الهجوم سنشاهد الكون أغويرو. الآن ينطلق الكلاسيكو لتبدأ نبضات القلوب في التسارع في قمة كلاسيكية بين ريال مدريد وبرشلونة. تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس إذن. بيلعب لك كرة بينية، ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة. كريم بنزيما، بينية خطيرة من بنزيما. فرانكي ديون، سيرجينيو ديست، عرضية في المنطقة، تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. نجحوا في إبعاد الخطورة، تركيز عالي من الدفاع. دخول سريع في أحداث المباراة، فرصة خطيرة كانت لافتتاح التسجيل، تواجه تألق كبير في التصدي، إثارة كبيرة من البداية. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. بوسكيتس، تمريرة رائعة. ضاعت الهجمة هنا، تسلل موجود وراية صحيحة، تمريرة تلعب بشكل خطير جدا، لكن التحرك ما كان في التوقيت المناسب وبالتالي تنتهي الخطورة. لوكا مودريتش، وصلت إلى إيدن هازارد. ديفيد ألابا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. كرة إلى ضربة مرمى، بيدري، سيرجيو بوسكيتس، الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. يا لحيب الله على التمريرة، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. أي فرصة
تابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة تحت ضغط كبير، لكن عرف كيف يتعامل معاه ووضع الكرة في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا ومتابعينا، النتيجة 1-0 الآن. توني كروس يستعيد الكرة بدون أخطاء. توني كروس خطأ في مكان خطير يستحق بطاقة في رأيه. إنذار يوجه للاعب، راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من الدقائق. شوف الإعادة في اللقطة، في تدخل ايضا، كان في سلايد قوي وخطا واضح. تدخل ايضا في اللقطه الماضيه كان غير قانوني، في خطا واضح وغير مبرر. ركله ثابته في مكان خطير، اتوقعها عرضيه. كره تبعد من فوق العارضه بعد تصدي ممتاز من تير شتيغن. ممتاز الحارس في التصدي للركله الحره، كان في التوقيت والمكان المناسبين. تصدي ممتاز من الحارس، توقيت رائع، يبعد الخطورة من ركلة حرة ملعوبة. ضربة راسية تحت الضغط الدفاعي وبالتالي تخرج بعيدة عن المرمى. برشلونة يستحوذ على الكرة بشكل أكبر في هذه المواجهة، لكن بدون خلق فرص، بدون تسجيل، بدون عودة في المباراة. هذا الاستحواذ السلبي الواضح. المدرب لازم يتدخل، لازم يغير أسلوبه، لازم يكون أكثر جرأة في الثلث الهجومي حتى يستفيد منها. كاسيميرو يا رب، ضاعت فرصة قتل المباراة. كان ممكن يوسع الفارق، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. الكون أغويرو، تدخل ممتاز هنا، سليم الكرة البينية من كروس. كرة سهلة بيمسك الحارس. كريم بنزيما، كرة تصل لتوني كروس. هازارد بيلعب له كرة عرضية. أوه، الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. شوف إعادة الهدف، شوف التيكي تاكا، يا سلام على عملية البناء من هذه المسافة القريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. الأداء كان سلبي بالنسبة له، واضح بأنه ما قدم أي إضافة بالنسبة لفريقه في هذا اللقاء. غياب تام اليوم، كانت عليه آمال كبيرة قبل بداية هذه المباراة، لكن الآن مع خسارة فريقه نقدر نقول بأنه خيب كل هذه الآمال. شوط أول كان لمصلحة الريال، ننتظر ونشاهد ماذا سيحدث في الشوط الثاني. حلوة الكرة، تألق كبير من حارس المرمى. جاريث بيل، بيل بيرسل لك كرة عرضية. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. لان عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. يفرض اسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. إيدن هازارد امام المساحات مفتوحة. هازارد وفرصة هدف الان. يتدخل شتيغن واللعب مستمر الآن.
ضربة حرة لبرشلونة. كرة ثابتة احتسبها الحكم ويكتفي بالانذار الشفوي. فرانكي دي يونغ، بيدري، نصف ساعة تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. تصل إلى بيدري، تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. هجوم من برشلونة، لكن الخطورة لا تستمر بعد الآن وتنتهي المحاولة. بنزيمة وتمريرة لكن بتتخلص. بوسكيتس، وصلت إلى ديباي. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. عودة إلى الخطأ بسبب عدم الاستفادة من مبدأ إتاحة الفرصة. أكيد الأفضل هنا بأن ترسل بشكل ركلة حرة، لكن وين؟ لكن وين؟ من هذه المسافة البعيدة كم من المفضل بأنه يمرر الكرة أو يرسلها إلى زميل بدل من تنفيذها بهذا الشكل. أصحاب الأرض يعانون من مسألة الاستحواذ في مباراة اليوم. التفوق في الاستحواذ أحياناً يكون مضر للفريق. مباراة اليوم مثال حقيقة، تتكلم أن الفريق أقل في الاستحواذ لكنه تصدي ممتاز لحارس المرمى. جوردي ألبا إلى إيريك غارسيا. بيدري، ديباي، يا سلام حلوة البينية. تدخل اللاعب يفقد الكرة. عثمان ديمبلي، ألابا بيقرا بشكل سليم. ثمان دقائق واطلق حكم المباراة صفرة النهاية. الجناح فاضي أمام جارث بيل. عرضية بيلعب لكرة على القائم البعيد في المرمى من إيدن هازارد. شوف الهدف من جديد، شوف الكرة اللي بدأت بشكل عرضي، يا سلام، ورأسية رائعة لم تترك لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين ولا أعتقد بأنه هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. حولها إلى رمية تماس. ديونغ، تصل إلى بيدري. جوردي ألبا، ممفيس ديباي، فرانكي ديونغ، كون أغويرو. فرصة أمام أغويرو، هدف شرفي في الوقت الأخير في اللحظات الأخيرة. المباراة انتهت تماما، لا يكفي الوقت المتبقي لإحراز التعادل. نتيجة أصبحت قريبة بعض الشيء لكن التعادل ما زال بعيدا. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، لكن الفضل الأكبر يعود لكون أغويرو في تعامله بثبات مع الضغط الدفاعي حتى تمكن من التسجيل. الريال يقوم بتغيير الآن. وتحقيق للنقاط الكاملة. يوم جيد بالنسبة للفريق، انتصار بفارق هدفين، ثلاث نقاط تسعد المحبين، الأمور سارت على خير ما يرام. مباراة ممتازة كانت من